أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، أرحب بكم في هذه النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مغبر 15 درجة مئوية كحرارة عظمى، الرطوبة 73%، أما الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد بحول الله، نبدأ بالمنطقة الشمالية. إرب الطقس غائم جزئي 21 إلى 11، المفرق 23 إلى 12، جرش 22 إلى 12، عجلون 20 إلى 11، وبالتالي هناك انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة نهار اليوم. المنطقة الوسطى مدوب بالزرقاء 23 إلى 13، البلقاء 23 إلى 14، عمان 19 إلى 12، مأدبة 22 إلى 12، أما البحر الميت 29 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 19 إلى 12، الطفيلة 21 إلى 13، الشوبك 20 إلى 12، معان 23 إلى 13، أما العقبة طقس حار نسبيا 31 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية تبقى تتأثر ببقايا أو تتأثر ببعض الغبار المتطاير بسبب الرياح النشطة. الصفاوي طقس نوعا ما مغبر 25 إلى 13، الأزرق 26 إلى 16، أرويشة 28 إلى 13 عفوا. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.